ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نعم الله علينا كثيرة لا تحصى، ومن أعظمها نعمة الإسلام أن جعل هذا الدين، أن جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن حكمة الله تعالى أن جعل الناس أجناسا مختلفة وأعراق مختلفة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.